هذا الفيديو غادي نحاول نشوفه الدالة التعريفية 18. نحدد الدالة التعريفية إف بحيث صورة العدد 3 كتساوي 2، العدد 5 كتساوي 2. نعلم أن الدالة التعريفية تكتب على شكل إف دو إكس كتساوي أ إكس زائد بي. نحدد معامل الدالة التعريفية إف. لدينا أ كتساوي صورة العدد 5 ناقص صورة العدد 3 على عدد 5 ناقص 3. إذا صورة العدد 5 ناقص صورة العدد 3، هنا العدد اللي هو x على x، على x يعني 5 على 5 ناقص، هنا ناقص هي ناقص، ثم 3 3، ثم كنحسبو صورة العدد 5 دالة f هو كيساوي 2 ناقص صورة العدد 3 بالدالة f هو 2. 5 ناقص 3 فهي 2، إذن كتساوي 0 على 2 كتساوي 0. ومنه الدالة F تكتب على شكل، إذا A كيساوي 0، F لX كتساوي 0 و X زائد B، إذا 0 في X هو 0، إذا 0 زائد B كتساوي B. ثم لدينا لنحدد B الأرتوب عند الأصل، نحدد ب لدينا صورة العدد 5 تساوي 2. إذا غادي نجي هنا ونعوضو إف لي إكس بخمسة، إذا إف دو إكس كتساوي 5 كتساوي ب. إذا ب في هذه الحالة فهي كتساوي إف لي إكس صورة العدد 5 فهي 2، إذا ب كتساوي 5. ومنه دالة تآلفية هي f ل x كتساوي 2، إذن f ل x كتساوي 2 عندنا. ثم لدينا نشوف الحالة الثانية لنحدد g دالة تآلفية بحيث g صورة العدد 1 كتساوي 8 و صورة العدد 3 ناقص صورة العدد 4 تساوي 5. لن نحدد أ معامل دالة جي. لدينا إذا المعامل ديال دالة جي كتساوي إذا صورة العدد 3 ناقص صورة العدد 4 على 3 ناقص 4. أ يساوي صورة العدد 3 ناقص صورة العدد 4 كتساوي 5، على نحول الفرق إلى مجموع، إذن 3 زائد ناقص 4، إذن أ تساوي 5 على ناقص 1، إذن 3 زائد ناقص 4 هي ناقص 1، إذن أ تساوي ناقص 5. إذن الدالة تصبح على شكل، إذن الدالة جي تصبح على شكل جي لإكس تساوي ناقص 5x زائد ب. لنحدد ب، لدينا صورة العدد 1 بالدالة جي كتساوي 8، نجي هنا نعوضو إكس بواحد ونحسبو، لدينا صورة العدد 1 تساوي ناقص 5 ضارب 1 زائد ب، صورة العدد 1 بالدالة جي هو 8، 5 ناقص هي ناقص 5 زائد ب. حولوا هذا للطرف نغيروا ليه الإشارة ديالو، إذا ناقص غتولي موجب زائد 5 تساوي ب، 8 زائد 5 فهي 13 تساوي ب. ومنه الدالة جي تصبح جي لو إكس تساوي ناقص 5x زائد 13، إذن هذه صيغة الدالة، إذن صيغة الدالة تآلفية جي. بعد ذلك كنا سالينا التسعة ديال التمرين 2، واللي عنده شي سؤال خلينا كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله.